شوفي إيما، مبين عليكي زعلانة، شو القصة قليلي؟ إيه بعد؟ عم يحاولوا يخربوا الجو ويعملوا مؤامرات ضد مين؟ ضدك أنت وضد أمك كمان. عمي وعمتي عم يضغطوا على الكل مشان ننهي زواجنا وننفصل. وانتي قلي لي شو بدك؟ هذا الزواج صار وقت كان بابا عم بيموت، وأنا رح كمل فيه لآخر نفس. مشان هيك أنا بدي... شو؟ بدي أخلص من كل شيء وإجي معك. تعرفي إنه أنا كمان بدي هالشي، وبأسرع وقت ممكن، لأنه ببيتي عم يصير نفس الشيء كمان.